الأخ يقول نحن من أهل جدة وكثر الفساد وتفشت المنكرات وحيث أننا نواجه مصاعب متعددة وأن الآن الهيئة الأمر بالمعروف والمنكر لم تعد بتلك القوة التي يعتمد عليها من الطريقة الصحيحة التي نواجه بها هذه المنكرات. حقيقة أن الأمر بالمعروف والمنكر لا يختص باللجان المخصصة ذلك من الهيئات وغير ذلك. من رأى منكرا فيجب عليه الاجتهاد في إزالته على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليمسط في لسانه، فليمسط في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث الآخر حديث المسعود الصحيح للمسلم، فمن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حقيقة أن المنكرات تفشت في كل بلد، لا تقتصر في الحقيقة على مدينة جدة وغير ذلك، موجودة في الرياض، موجودة في القصيم، موجودة في المدن الكبيرة والعواصم أكثر من غيرها. وطريق ذلك أمور. الأمر الأول التواصل مع العلماء لتوصيل ذلك إلى الجهات المختصة في إزالة المنكرات ووأد الفساد. الأمر الثاني أن للعلماء دورا أكبر من غيرهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. وقد قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ويجب على العلماء مثل ما وجب على الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأمر الثالث تشكيل لجان خاصة في كل حي، تشكيل لجان خاصة في كل حي تتمثل بعشرة عشرين أقل أكثر من ذلك على حسب الأحياء، وهؤلاء يكونون من علية القوم، وهؤلاء يرصدون المنكرات وينكرون بطرق. أولا رفع ذلك إلى الخطبة وتوجيه وبيان ذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني رفع ذلك إلى العلماء. الأمر الثالث التواصل مع أصحاب المنكرات في الحي من كتيب أو شريط أو نشرة أو زيارة أو غير ذلك. الأمر الرابع التواصل مع الجهات المسؤولة من الهيئات وغيرها في إزالة هذه المنكرات. الأمر الخامس إن لم تجد هذه كل هذه الحلول هم ينزلون في الميدان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغيرون على قدر طاقتهم. فلو وجد في كل حي لجنة تعالج وضع المنكرات، وقد توكل هذا الأمر إلى غيرها لكن تعالجه، قلت المنكرات، سواء كانت المنكرات متعلقة بالشباب أو متعلقة بالفتيات أو متعلقة بالمجتمع،